الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، أنس بن نضر النجاري أو النجاري ورد في أنس بن نضر حديث شريف ونزل في حقه القرآن الكريم، حديث سجارة وهو رمي عيادة أنس في آيات كسور التين سيدنا النبي الله سبحانه وتعالى: أرأيت ذلك الكوكب الذي ما كاد يلمع في سماء الإسلام إلا قليلا حتى غيبته يد الردى، هو أشد ما يكون تألقا وازدهارا. نيكا دن يرضى حدي قاسو بحيئة ملكي وغصاء صيفي لا يوحو قدري وفي الجريمة التميد يضا ماشي بوسا رئيسة رمز الأمري يضا ماشي بوسا الرئيسة أي مري سؤام ومري الجهديسي. فلقد نمته أسرة من عرق الأسر العربية حسبا وأكرمها أما وأبا أو أبا وأوفاها برضا بالعرب في الجاهلية وأكثرها نصحا لله وللرسول في الإسلام، ذلكم الصحابي الأثير الشهيد أنس بن نضر النجاري. وحاسو برباري رير كم إذا ريرها عرب كو نصب كو ناكسن وغو شرف كبضن وغو شرف تبضن مركا إتاقن تهي أبي أبابا يهويا ومركا إتاقن تهي وإلهي سبحانه وتعالى هالكاسو كدلي wuxuu kasoo jeedaa reerkaas carab marka la yiraahdo jaahiliyadoodii ugu wafa badan ugu oofin badan. wuxuu kasoo jeedaa reerka nabi maxamed sallallahu calayhi wasallam iyo allah subxaana watacaala u nusxiyey. saxaabigan marka maanta aan ka hadlayna waxaa lagu magacaabaa anas ibn annadar. وحسب أنس بن النضر مجادة وكرامة وعزا أن ورد فيه حديث شريف رواه الشيخان البخاري ومسلم. أنس هذا الصحابي وحا شرف يا كرامة عز وغفلا إن حديث بخاري مسلم أوريا وقصو أرار. ونزل فيه قرآن كريم يضلوه المؤمنون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ويصلي به المتعبدون آناء الليل وأطراف النهار. قرآن وكسو الدقي أمنين تأيقينيان انتي إلهي سبحانه وتعالى وأرضنا وكل حلوى الأقري دونا وقرآن اللي قلت كذا وضعت كهبين كعبادة سنة قلت كذا المال كان والله أقرنا آيات دال لسوع الليل مر ربما أنضوش كحف دسنة قال كان قارنا ما صحيفتك أقريان وحيكوسو الدكتي هذا الصحابي ونقان دون آيات نوع عهد. فبعد هذا الفخار من فخر تتطاول إليه عناق الطامحين وحكا هذا فخرك كان شرفتا إلى هاي أسيي نميد كلا ضدك وحرادين يا يوهن قلتاجي لهاي الميات جرتا أو تهفو إليه أفئدة المتطلعين أما ضدك الربا رونتي أوهن قلتاجي إن المال سراء جاران شرفتا كوني قف بني آدم وجاري لها مركة ملها أضاء الدنيا جوجة وبني آدم إن رسولك حديث أديك خوكو صابسا ويراهدو إلى هنا آيات أديك كاها اللي ساي أسود الجاي وحسهلا ما. وهل فوق ذلك أو فوق هذا سؤدودي سؤدودا يسعى إليه ذو الأحساب ما واحد جرى رنتي شرف ماشي أقص الرئيس أقف بن آدم أراديو مد مدا كسر رئيس مياجستا. والحديث الذي ورد في أنس بن نضر قصة من رواع القصص، والقرآن الذي نزل بحقه قصة تفوق القصة السابقة. حديث قصة أرى نظر رنتي قصة أي كل مد وأه قصوين كتن أقوى ناكسن آيات دونه رنتي وحي كسو الدكتي إيضنا سبب قصة رنتي آدياد وقصة الرئيسة أما ومركي تاجنت حق متعدة. أما قصة الحديث سومها فهي أنها أنه كانت لأنس بن نضر أخت جليلة القدر بين نساء العربي مرموقة المنزل في قومها أو المنزلة في قومها. صحابي كان وحلال على تي هواني وآد أشرف بري أشرف بني مركي تاجنت هوانك عربته مركي لقاها الليو منزلة استارس كإله إلهنا آد يد أسرية. وهي الربيع بنت النضر المكنى بأم حارثة. قبل ده واحد لديه جري الله رأتي النضر الربيع لديه جري وحنا لو كن يوم جري أم حارثة ولو كن قاعد جري.
وكان لأم حارثة هذه ابن في ميعة الصبا ورونق الشباب، قد كمل عقلا وحلا معشرا وسما خلقا ودينا. أم حارث وحيدة شويل أرنتي مركا سو كوري لن يرنمي سي مركا مريه ومركا عقل يشي أبو حسمي ولقن قلي ونوعا ما أخلاق دين إيش قدر صدي. رآه الرسول الكريم رسول كأي أركويلك صلى الله عليه وسلم قبيل بدر. بدر انت ان معركتي اما وحن كوضا بدر انت ان لجارين ودقالك بدر انتو صندعين كهربا النبي أركوي الكابو أركي. فنظر إليه في حنان ورفق وقال له يضع دمرين يا حنان وكجر النبي صلى الله عليه وسلم وكيري كيف أصبحت يا حارثة حارثة وسيكوا برست. فقال وحير أصبحنا مؤمنا أو أصبحت مؤمنا بالله حقا أنو إله الرميسان رمين ضبه أيام وبرست بير. فقال صلى الله عليه وسلم له النبي قمر كل حكير انظر ما تقول يا حارثة فإن لكل قول حقيقة. حارثة وكلمة دي يقول جواب تسيف عن وقافير سوى محايا لي كلمة وهذا الوالبول الشيء لابين إلا قد لابين يوباهين يعني أنا مؤمنا وبريسا مركا على هذا كلمة مؤمن مسهلا وكلمة عرسو. فقال يا رسول الله لقد عرفت نفسي أو عزفت نفسي عن الدنيا رسول الله نفس الدنيا ويكفقاتي فأسهرت ليلي بالقيام هبين كورلنا صلاة بن أتاقنا وأضمأت نهاري بالصيام ما كان صوم بان لها الرادان هاي وكأني أنظر إلى النار يتلظون بنارها ويتعاون في جحيمها وحبد مودا إن إمو قطو أهل النار كأو نار تلحد إذا مركا ساء وغهرية إسلام مركا أنا هلكا كعباضي وجحيم إذا كجرة هيركا سيئك قارسي سنتاي. ثم قال أدعو لي بالشهادة يا رسول الله رسول الله إن أن شهيد إلهي إقبري. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم الكريم بها نبي قلت أدعي أنه شهيده مركو ويلك هذا أن كهل لنا وحارثة وحابتي أه سحابي أن كهل لنا أه نظر أنس ابن نظر. لم يمضي على ذلك اللقاء بين الرسول صلى الله صلوات الله وسلم عليه وبين فتى الفتيان إلا قليل من حتى وقعت بدر. هذا اللي كان مركو النبي قد أحمري النبي صلى الله عليه وسلم إي حارثة مدوى كما سوريقون الضيال كي بدر بعد عاية ونودي بالخيل مركاسا لير وردتك فردولي ذا يعني بمعنى ونودي بالخيل وحلق وضع جهاتي ولا يسوقوا يا ري فردين سواك حيست. فكان حارثة أول فارس ركب وحوها نيكي وقوه الرئي فرس كيسي قاتبوها وكان أول قتيل شهيد أو استشهد وفكي وقوه الرئي هلك اللي قد له كشهيدا وها. فجزعت عليه أمه الشيخة الثكلة أشد الجزع هويدي أو مركا ويلكا أن هيستي أو مركا هلكا هون قبلانتي آد بيرونتي وغاقا قحدي. وجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال النبي انت اتن بوحي كتري ان يكو حارثة في الجنة لم ابكي لفقده ولا احزن لثكله. هدي حارثة وجنة كجرو انا ويا يوم اويو انو لمتا نمركا ومرقوني بيتر هدو جنة ايتك وان يكو في النار سي هديس النار وقالي بكيت عليه ما بقيت لي عيون تدرف وفؤاد يتحرى وين با وضع يا بيتر هدو جنة نار تكجرو انتي اندي اللي مينيان قلبي قبنيو وان وضع يا بيتر. فقال له الرسول الكريم افضل الصلاة وازكى التسليم نبي قوجوا وحير انها ليست بجنة واحدة يا ام حارثة. ام حارثة هل جنة كليكم اجري ننكا ولكنها جنان جنوين بوساء لحقوشية وان حارثة في الفردوس الاعلى جنة ماشا وسرسوا بكجرابه. فرجعت العجوز الوقور الثاكل الى بيتها اوين اذن ويلكيدي ويدي داء داء حسلون اي كم وقت تقول كده دقوا الرجال عليسي وجعلت تكفكف عباراتها وحين بالوضعين اوينتي اسكي عليسو وتكتم لوعاتها اين قارس مروك كم وقت وتصبر نفسها اي صبر سينيسو وتتعزى بمواساة الناس لها حوغا يكود دقيسو ضدك تعزين تأيو تعزين يا مرها ديب اللي يريولك جنة وكود جرا حوغا واي دكتور. وبينما كانت السيدة النجارية تذوق من مرارة معاناة ما تذوق يظهر وين إذن نجارية وحارثة أما أنس ولا شيء أو أي ملوك تاسو أي هيسو أو دي باتاسو أي هيسو يعني يقول كأيدا شيء وقالك كشهيدة رنتي ملوك بي رنتي كوكا أنت وتعاني من توافزي المشاعر ما تعاني أين رنتي اضرابك هيا
mashaacirteeda oo saa isugu dhacdhacaya, marna way xasilaysaa, marna way kacaysaa, mar way murugaynaysaa, mar walki bay soo xusuusanaysaa iyada xaalada ay marayso. Qofkan waad garan kartaa markii uu ay mushkilad ay ku timaado hadalka dadka dhibaya, la fariisadkooda dhibaya, inuu keligii noqdo jecel yahay, kelmad walba tafaasiil kale u yeelanaysaa, xaalada iyada ku jirtaa, istataarata jaariyatun lijamaacati min ahli yatrib, haweeney oo jaariyadu ahayd reer Yathrib, dad reer Yathrib ah baa markiiba ka xanaajisay, way ka caraysiisay. Fama kaana minha, iyadana markii saa looga caraysiiyey, markii horan muujado kale ku furaaye, ila an latamataha laqmatan kasara thaniyataha, iyadana irbaxya laqsiisay oo kadibna ilig markaa fooshii bay soo tuurtay, waa iligaa hore ayaa kasoo dhacay. ثم ندمت على ما فعلت أشد الندم مركي أربع حيث أكوه ستكدب وهوين إذا إلي جاي كتور تبري حوها كقوم ما يسوستيري والمحاكو جاي وحاكا. ولما تقدم أخوها أنس بن النضر من أهل الجارية يعرض عليهم الفدية فأبوها. ولقد تقدم عندها أخوها أنس بن النضر من أهل الجارية يعرض عليهم الفدية فأبوها. طبعا مرها دي إلي للردي قصاص بقى ليس قبها إن إلي جي طبعا ده عندي ama gabadhii iliga laga tuuray waa in waxay u hayso diyo inay hayso. Walaalkeen Anas baa wuxuu u tagay reerkii gabadha jaariyada u ahayd, wuxuu yiri marka waxaan idin wadaa fidyadii intii yaroo ma aragtay xoolihii yaraa gabadha la siin lahaa, irishkii la siin lahaa, maadaama ilig laga riday. Fa abahu iyaguna way diideen, waxay dhan ma qaadaneen, waa dad qisaas raba, iligan waa in ilig loo tuuraa. فنهض إليهم وجوه القوم يرجونهم الصفح فردوهم فردوهم ضدك عيانت أها حلبانتي ريرك كجري ومقالة الدقناء بأوك عي وعرنك كلها ويديدة وأصروا على أن يشكوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحيرا أن النبي قهرتك قد يدها اللوجي إن دنقات شلمات كان باوضنا وحن لقي سنين ما كيس كان نبي قدلي. فلما شكوها إليه نبي مركي أي وعوضين وعبشادي لوجود به قضى بالقصاص منها تنفيذا لحكم الله. النبي نوح صلى الله عليه وسلم هذا قصاص حكم كيله وين اللي اوفي الك سما ينتوران ايضا على طول. ومساومه بين المسلمين مسلمين الا السيمانه ويت وجاريد وحماشه ما تاجنا سو الك ما يريد انها غير كده دونتها كده لاطو تن الك اللي قريده وين حقي ايش تن مركو الك قريده السن بالسن. فهذه لاخوها انس لما سمع صحابي كان مركه هذا كسود عن القصيص صحابي كان ما انت ان كهلين markuu maqlay arrintii aad buu uga argagaxay runtii, yani waxay ku noqotay aad buu uga murugooday. Markaas waxaa kasoo fakatay inuu yiraahdo waqaala aw tuksaru thaniyatu ummi harithati ya rasuulallah, aw tuksaru thaniyatu ummi harithati ya rasuulallah, ama waxaa la jabinayaa ummu xaritha walaashia miligeedii baa la tuuray rasuulallah, waladii bacathaka bilxaqi laa tuksar, waxaan ku dhaartay allah xaqa kugu soo diray walaan la riday. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا أنس أنس إنه كتاب الله يقضي بذلك وكتاب كلا يحكمي وحن عن سكو تما لكن سكو دارت إن لنا الرذين إلى جابوا كل دارت. وقبل أن يتفوه أنس بكلمة أنس إن تصن هذا البأن شيئا نظر الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم إلى أهل الجارية المتصلبين المتعصبين. مركو النبي صلى الله عليه وسلم صائم العصي reerkii ka socday dhanka jaariyadii iliga laga tuuray oo runtii dad aad iyo aad arrinka uga dhegan tahay ay tahay waa in iliga laga tuuraa oo misqasaasa la fuliyaa la soo taagan oo aad casabiyad ay hayso. Markuu nebiga saa u milicsaday oo markuu dhaartay kadib hadduu Anas fa idaa hum alyan min alcihni almanquush aw almanfuush andaha suufka marka saa loo tifo sida uu noqoso aad uma jilcanaado waxaa moodaa dad aad iyo aad way degeen. وأنعم من الحرير الطري xariirta teeda saafiga ahna waxaad moodaa inay ka jilcaan, yani waa kelmadan waa inimatic figurative la loo adeego, waa maxay way dabceen, waxaad moodaa meeshaad ka dhihi lahayd biyo qabow in lagu shubaad moodaa markiiba tembarkii uu ka degay xaraaradii baa addaysay dadkii oo dadkii maaha dhaartan markuu dhaartay wallahi laa tuksar markuu yiri waladii bacathaka bilxaqi laa tuksar markuu yiri dadkii khalaas dadkii maaha dadkii kacsanaa maaha way degeen. وإذا بهم وكأن قوة خفية تدفعهم دفعا إلى غير ما كانوا عليه
waxaad moodaaba in awood qarsoon oo aan muuqan inay dadka saa u riixayso oo mowqifka ay taagnaayeen bay 180 saa uga soo wareegeen mowqif kale tageen. فأقبلوا على النبي صلى الله عليه وسلم يقولون نبي مركب مركب الله الله يحيي هذا نعم لا تكسر ثنيتها رسول الله اللي قال لك الردي ما يقبل يا رسول الله نعم لا تكسر لقد عفونا عنها يا رسول الله ونسكع في النبي لقد صفحنا عنها يا أكرم أنبياء الله ونسكع في النبي قبل أنبياء الله كان وشرفت بضمه. فنظر الرسول صلوات الله وسلامه إلى أنس ينظر في رفق نبي مركب صلى الله عليه وسلم أنس وإعجاب الإسراء الله يابن مقاد الحيري وقال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره الضوم الإلهي وحا كجرة قف هدو إلهي كل أرطو والله وحا سعد عي إلهي وإيليها والله ما أنت الرسول روك بيسود دعي والله وحا سعد كل عدوان هبل وكل عيها يعني بمعنى هو محي أوليد الوشي وكوان يعني بمعنى مركب وحبت المام النبي صلى الله عليه وسلم حديثي ما لنكا سمكا بحي وليها إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره ضد مركة إلهي سبحانه وتعالى أو وأنا قفك بضنا إلهي سبحانه وتعالى كحرا كلمة دي سوى شقين نفسه إله من كل دارة إحساسا كل عيسى وكل عيسى ومبهرين إلى الملك الهبارك الكرازي إله من كل دارة وحاسا إيماني ودعيا مركة ضد كاسا كجربي حديث المركة اللي حديث شريف بقصة أورا ما لنتابه تلك قصة الحديث الذي ورد في أنس إلي من نظر وكا قصد الحديث وكس أراري أكهل لي أنس. أما القرآن الكريم الذي نزل فيه فله شأن آخر قرآن كسمرك الله أبحه يسوي شأن كلوليه ذلك أنه غاب عن بدر لسبب لم يكن في وسعه دفعه وحاب عذي إن أنس وضيال كي بدر وكم كم قناع سبب رنتي وأنو شقب كلها مسكعي لي كريم سبب كتب إلمين فشق عليه ألا يشهد مع الرسول عليه الصلاة والسلام أول يوم من أيام الله في الإسلام arintan aad bay ugu adkaatay in uu Anas uu seego ama uu soo xadiri waayo dagaalkii ugu horeeyay islaamka la oogo inuu goob joog noqon waayo aad bay u dhibtay runtii wa ahamu dhalika al amru wa aghamma faj'ala yalumu nafsa arintu aad bay u murjisay murug badanna way ku beertay wuxuuna markaa bilaabay inuu aad isku eedeeyo wa yiqulu wayhaki ya Anas Anasu ataghibu an awwal mashhad shahidahu ar-rasul sallallahu alayhi wasallam wa ma'ad kam ghananisa قوب دقال تيوغ الرئيس النبي أجوغي هل أنت ضامن بأن يمتد بك العمر حتى تشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما يعادل بدرا في الذخر والأجر ما أذا يصد ما نقاضي إن عمرك وانتول لا يراضه أد قوب جوغ نقندون دقال كالي النبي قوب جوغ ولم إذا بدر مرك إتاقنته حقا إتاقنته وحا إلهي وددك أكيدي حوالي أجرب ما أم لا ينسى يعني معنا ومحيقفك ما شكال إلها goormay suurtagal in noqon doonto wixii dhaaf inaan helo marka halkaas marka faraqanin iyo marku bilaabay in marka bishimaha qaniin wallahi marka markaas u dhaar maray la in akramani allah wala in akramani rabbi bi yawm alqa fihi mushrikina la yaranna ma asma' aw ma asna' ilaha ku dhaartay hadii ilahay igu sharfo maalin an madax isdarib doona nimanka mushrikiinta ilahay wuxuu arki doona waxaan sameeyo maalinkaas marka go'aan qaata walaqad hamma أنس رضوان الله عليه أن يقول شيئا آخر لولا أنه هاب ذلك فسكت وكسكت حتى إن وحكى حتى شعبه لكن حقا أنت سوق قبصد لم يمضي على العهد الذي قطعه أنس النظر على نفسه إلا قليل حتى قام أحد بل لم تيمركو ساء قلبه إن يركد الدقال كي محاد عاي أحد بعد عاي وأحد صدقران إيسان يوم قاس من أيام المسلمين ومال أذقبوها ما حصل الله فيه قلوب من صادقين إلهي وكل صاري ama uu ku soo cay dadka muuminiinta ah ee dhabta ah iimaankooda dhab yahay ku qoliha kalu nabi ilaahay subhanahu wa ta'ala kala shan de wa abraza fi sahati al-abtal al-ghur al-mayamin fi min tullab ash-shahada wa harunti goota dagaal maalinka waxa ka soo baxayay iyagu bariri cad oo ah dad iyagu raadinaya inay shahada gaaraan oo ay halka ku shahiidaan wa abnaa al-faradis tanayka ku usar sarreeyay kuwa marka mutaystay ba maalinka kasoo baxay meesha yani muxuu ahaa meel goob dadka lagu kala soco wali ma xisa Allahu alladina amanu wa yamhaq al-kafirin wa tanwi ilayhi surata an-nisa nuqli wa qad laqiya fihi ar-rasul salatu Allahu wa salam alayhi min ad-dhanaki ad-dhanak aw al-bank wal adha ma laqi nabiga maalinka ciriiri dib badan buu la kulmay kaw farumiya bil hijarati dagxan baa lagu tuuriyay oo lagu shiiday
وألقي في الحفرة قدبة لقردي وشج في وجهي وجهي سال داوعي وكلمت شفته وحال داوعي بشنتيسي وسال دمه ديجي سال دريري وأرجف المرجفون أنه قتل وحيكلاه قليه دتك أركك حكوب بيري لسوق تردح مران النبي قال الدلي وصدق أكثر المسلمين المجاهدين معه ما ذاع وشاق إن فربضان المسلمين تكمل مجاهدين تان وركا الله الشيخ قال صلح مرانا وين رمين يعني انت عم ياك يعني وحكا سهل المركا مالها ان جريد هذا المركز صلوش اظن لمن ان دعوة قد بقر ذا النبي من انبياء الله اه ما سهلنا عند ذلك طيالك مركو ماشى مريو هلك مركو تاغيه وجد انس نظر ان الفرصه غدا سانحه للوفاء بما عهد عليه الله عز وجل وحأمه قتل مركا نيك اللي هي انس فرصه دي ان تمد اه بلنتي الهي وكجل بما عهد عليه الله جل وعز بلنتي الهي وكجل وقتي اللي اوفين لها ان الجاري بيسكن عليه فاطلع على ساحه المعركه وحينها صار الراعي قوتي دجالك ونظر الى المسلمين وقد انكشفوا عن ايش وقد انكشفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اركى مركه مسلمين تيو ككلا يا يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم كل يسهر وحدق بالمشركين وهو اركى هذول المشركين تيو صح انه ولا الراعي وهم يقصدون قصده ليقتلوا يو كسو الصعدة ربان النبي إن الدلان ويطفئ نور الله بحد السيوف أين الربان إن هلك يكون بقتيان نور كان إله إسلام كأ أو سيفتح كجهر تجان فقال مركو أركي مسلمين تو يا عيسى إجال لي أصدر جيس النبي كسو الصعدة أيوحير اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء إله عدل وأن كعذر دارانيا وحكى عذر دارنا يا كوا وسوحي سمريا يكوا يعني المسلمين الفارين من ساحة القتال مسلمين تككل يا عذي وعيا حكى دي كأرض جابت دجال إلى كوا بري بانك يعني عذر ما كب حينيا وأبرأ إليك مما يعني وحكى عذر دارنا يا عنده وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء كوا وحي سمريا بري بانك وكوا أي المشركين المهاجمين كوا المشركين تأ النبي يسوع الجومن وحدي بري بانك لا بد القراء ما شكتم ثم ألقى أو ألفى عمر بن الخطاب قريبا وهو منضرب قلق مركز سوحو أركي عمر بن الخطاب مال تاغنه وآساد قريري نوعا ما يسوي آدي أدول ولسان فالتفت إليه وقال أنت ساو من السبيل ما فعل يا رسول الله رسول الله يا عمر رسولك يقور عمره فقال ما أراه إلا قتل وحن موذي إلا الدلي نبي قول الدلي عمر بن الخطاب خبرك تدكي صلى الله عليه وسلم إشاعاتك رومرسك ما لها لوذي بور رمي فقال أنس مركز وحير إن كان محمد قد مات فإن الله حي لا يموت هدي نبي محمد قول أنت إله ميساك على أنت إله والنول جل وعلا مرلي مرلي ثم سل سيفه وكسر غمده مركز سيفت أنت والله بحي بو وحي أي كجي كتبه مركز هلك دبو الكيدين هلك كجي وألقى بنفسه في خضم المعركة غير مرتاب مركز وحير سكوت طوري دقالك برتن كيسي إساقو آنن ولا هياب dib aan u guranay yaani fulanima isagu amuujinay si geesinima leh ama waqsila ana ayu marka madaxa isugu tooray wabaynama huwa mundafi'un ila liqa'i al-mushrikeen marku intu si socday oo xog ilaa qofka marku dagaalka uu goosto oo saa isku si tooray oo si socdo ayu raa sa'd ibn mu'adh qareeban wuxuu arkay sa'd ibn mu'adh meesha u dhow aan ka fogaay faltafata ilayhi oo ku soo jeesay wuxuu waqala al-jannatu ya sa'd al-janna al-jannatu ya sa'd al-janna سعد الجنة موقتة ورب النظر ما كنت دارته ربي جاي ما كنت دارته إني أجد ريحة من غير من دون أحد جنة ودقون كذا وقصص سكيا بورتا أحد بيه هلقا سكوسي السعود ثم مضى لا يلوي على شيء مركب سوسيد دقائق السعود ما لا أنا من إحسانين قال سعد بوحيد فهممت أن ألحق به وهم كسكته إن الراعه وأن أسلك سبيله هلقوا مرنا أن مره وأفعل فعله وحسمينا أن سميه غير أني ما استطعت أن أعزم على عزم على ما عزم لكن وان كل عواية إن قوانكو يسو قاري إنا نقاره وأنا أصنع ما صنع وحسمينا أن سميه كل عواية مالك أجيس النمو هل كي أوسر رسوم وجيب له الناس ثم انجلت المعركة دقالك يوحي قوضة اللي يسكسره ودقالك مركو رمى ذي أنا صار كو قدام في المركة وإذا بأنس النظر قد ثوى شهيدا على أرض أحد halkaas uu ku dhacay isagoo shahiid halkaas lagu lagday laakiin had intee muxuu ku dhintay muxuu salaad dhintay wa fihi bid'un wa 80 darbatan bis-sayfi aw da'natan bir-runhi
أو رمية بالسهم إذا دور إي سديتن دعوة وكيال مصيف بعد ده هاي مورم بعد ده هاي مفلار بعد ده أنتوا كده بحال. وقد بلغ من كيد المشركين له مشركين تنوحي لقى ارتهار أنهم مثلوا به ميتا ميتا إشغل أن انتبه جرتر مثلة قضت على معالمه أو إلا لقرن واي يعني معنى سيد الله جرتر هار وحي جارسين حتى أن لقرن كريم فما عرفه أحد إلا أخته أم حارثة ولا شيء أم حارثة بقرته وإنما عرفته من بنانه إسنا إذا ما ينقرتين فرهم بكرت فريسة سيبقرت يعني معنى سيدة ديبت مالن كاس سيدة نكاس أوش جيدي مشركين تو إن لينك كلي يتكلم يبوها سيد دونام بيقول تنت ده اللي دلي بالله جرجري دور يسديت أن دعوانا ويكتيل وحب مودان الوش يجبر طبع إسكاه المال يرى الوش يجبرني ولا شيء من باقرة تفريسي قرت. ولقد أكرم الله أنس من نظر النجاري فأنزل فيه قرآنا إسنا إله بعشر فقرآن بقى كسو الدقي ويعني أرجيس قرآن بقى إله سبحانه وتعالى وكسو الدجي تلاه المسلمون آناء الليل وأطراف النهار قرآن مسلمين تهبيني ما نبقى يقرنيان ويقرين وسيظل يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلا أرضا إله يكن لحله يوح قوت كذا سارم والأقري دونه. لقد أنزل الله فيه قوله عز وجل إله كسو الدجي آياتا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا مؤمنين تحاكم إلى الرق كروا الشيء بلنتي إلهي لك لين وأنا الله وقع حوض قالوا خلاص إلهي لك كل من يقول ولي سفك كجر وكيوغ هيستا وما بدلوا تبديلا بلنت إلهي كجلان سنة وما ينبدلين وسيدي مركة أوفين آيات مركة سورة الأحزاب أنا قلنا آيات سلح الله وعطانا سورة الأحزاب كدمت ليجزي الله الصادقين بصدقين ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما آيات صحيح كسو الدكتي أنس إن النظر وأتي مفسرين تو أي شيئان حديث كان إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبر هنا وحديث مركي نبي أولها ومركي هدي اللي قويدي آيات نوح لهذا سبب نزول حديث كون له سبب ورود صوبته كسو أروره مركي حديث إن من عباد الله سبب ورود كيسو أنس وأنا أرنتي حارثة مركي معركتي أي قبل جاريتي يثرب أي الهايان أي اللي كجبسي هذه اللي قوي ديانا سبب نزولك آياتنا وأنس بلنتي وقال مركو كباق دي دقالك بدر ويل إلهي هدو قسمه دقالك وحن بلن قاضي إنا وعذر موجيه إلهي مركو كبدر مالك وحضرونتي بوص في عنه كصوب بحي وإنه كود ردتك إلهي سواب وقول لي نبيك صلى الله عليه وسلم إنه مركب أدباد والله يعصمك من الناس أدادي إلهي سبحانه وتعالى وأذيك سذي نبيك صلى الله عليه وسلم قبت بادي بأهي وأنا رجع أبضاشا إلهي سبحانه وتعالى أو نحرسه إنه جواد بالرؤوف الرحيم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.